شوفي حاولي تشديني من الجوايه اللي كنصدق منه واخا ما انت راك صادقه من كاع الجوايه يا الزين الله لا خطك عليا شوفي 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 عاد يكون بغيتي تبنتي شي نهار نجيب لك احسن قفطان غادي تجي شهوه منك والله يا اختي وعلاش نتلوانا في القفطان نولي بحال شي بانيني مالنا حمسي حمسي بعدا عندك يتصور يجوفلو راه هما اللي ناويه نحط في السيت وفي لافيش ديال المسابقه ها انت اختي شوفي كي طالعين زوينين ولكن اختي شيماء انا بغيت نعرف حاجه واحده انت علاش مازال باغا تشاركي في هذه المسابقه ما فهمتش وديتيها 6 سنين متابعه واش بغيتيهم يطبعوا لك وجهك في التروفي بغيتيهم يرسموك لا لا انا 6 سنين ما كافيانيش ميسي ودي 7 ديال الكرات الذهبيه الله على ثقافتك الكرويه الله على الثقافه الكرويه اختي شيماء لكن انت لست ميسي لا لا انا هي ميسي ديال الزين اي والله يعطينا وجهك نشاركوا به في مسابقه اقصح وجه في الكون يا ربي كونك نحلم ما تقولش غتشاركي عاوتاني هاد الان في المسابقة انا بغيت غير نعرف واش انا اختكم ولا عدوتكم واش حسديني كثر من براني علاش اختي غادي نحسدوك علاش على الطول راه تزرافة طويلة راه مسكينة ما كتعرفش تمشى راه ماشي كنحسدوك راه كتبقاي فينا اختي وعلاش كنبقى فيكم حيت هاد المسابقة هي اكبر كذبة كيضحكوا بها على المرأة جمال المرأة راه كيتمثل مستواها الثقافي مستواها الاكاديمي ماشي في الطول واش حك تلبسي في رجليك اختي نور عندك الصح اجي نقول لك شتي شيماء جاب الله كتلبس القفاطن والبلدي داكشي طويل كيضرك لها رجليها اما كون يعرفوها كتلبس 42 كون حيدوا لها كاع الالقاب اللي دازوا ما غاديش نديها فيكم حيت المش فاش ما كيلقاش باش يشري الكفته كيقول على راسو انا فيجيتاريان اجمعي راسك لالا راك تضحكي كيف الناس كتضحكي علينا حتى حنا لالا ديها في راسك يضحكوا ولا ما كيتجاش مشى ليك ديها في راسك وديها في مستواك الثقافي اللي ما دايره به 10 ديال لي زابوني صحاح ايوا بزاف عليك انا على الاقل ما عيشاش في كذبه يا هي اكبر كذبه كاينه في هذا الدار عاودي اش قلتي ايوا اجن اجن وراك اجن لا 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 طايوا جمعوا راسكم شتي انت صافي ما باقيش تهضروا مع بعضياتكم كاع سالينا شتي انت هي اكبر محسده كاينه في هذا الدار وخواتك كاملين كيتشكاو منك وشتي انت هي اكبر مريضه كاينه في هذا الدار وكاع خواتك عارفينك واش نتوما بجوج اكبر مصطيات واكبر جعواقات كاينين في هاد الدار والجيران كلهم ساقوا لكم الخبر والا ما سكتوش غادي نلاقي خواتكم والريوف وسعداته بخواتاته واخا قلبي اللي حياته خوهم حبيبهم ورافده بالهم من صغره راجل تحاجة مغلباته هو سعداته بخواتاته واخا قلبي اللي حياته خوهم حبيبهم ورافده بالهم من صغره راجل تحاجة مغلباته خويا وخويا وحدو فهم واخويا وخويا انتبه فيه انا يا قدام الناس واخوكم اخوكم ولا دارت انا يا ليان عليا واخوكم اخوكم نجي وانا حط انا يا عليكم مرة يتصالحوا هادو هما الخوت دغيا كيتسامحوا يا ربي دوم المحبة بيناتهم وتحلى لمتهم وبيها يفرحوا وخويا وخويا وحدو فهمني أنا يا وحسبيا وخويا وخويا انتبه فيه أنا يا قدام الناس واخوكم اخوكم ولا دارت أنا يا ليان علي واخوكم اخوكم نجي وانا حط انا يعليكم عاتي خارجك تقلبي البيك انا يسكت ليا مالك اخويا بسم الله الرحمن الرحيم مالك اخويا داخل البيت كتسحت بحال هكا
راه بيتي. سحب لي بيتي. ياك ما نبدل الصباغة باش المرة الجاية ما تلفيش. لا خويا بدل غير تصرفاتك، بدل عقليتك، بدل حوايجك، بدل ساعة أخرى. خليني نخمل البيت. لا لا ما كايناش، خملات وفوزية شكرا بزاف. لا ويلي واش الدنيا كي دايرة الخبابر وريحة الغمولة. ويلي ويلي شنو ريحة الغمولة فيك أنت وليتي بحالي جاي من عهد البيزنطيين. عاتي قاتلني من الآخر قولي علاش كتقلبي. علاش غنقلب؟ وأنت أش عندك كاع في هذا البيت كاع اللي غنقلب عليها أنا. عتيقة اختي هي اقصح وجه في العائله، من نهار ماتوا الوالدين هي كتقلب على الوراق ديال الدار ديال المحل ديال البلاد اش بغات دير بهم الله اعلم. جبد الوراق ها اللي قلنا ديال بسطيله بركه مطنز، جبد الوراق ديال الممتلكات ديال با الله يرحمه ويواليه برحمه الله. تيش من ممتلكات با كان هو قارون، راه 4 دريال مفرقه ما بين هنا وبين البلاد. ايوا سيدي هذيك 4 دريال بغينا نصرفوها ريالات وكل ياخذ حقه. واخا لالا الا على ديك 16% ديالك غادي نصرفوها ونعطيوها لك ونتناو منك. خواتاتك انا المسؤول عليهم، نهار غيبغيو ريالاتهم غنعطيهم لهم صافي. ياه وشكون قال لك خواتاتك حتى هما بغاوش 4 دريال ديالهم؟ حيت انت بوحدك اللي كتقلبي على الوراق كتهضري في الورث. خواتاتي ما بغاو يفرقوا والو حيت بغاو يبقاو مجموعين. وسيدي انا هي اختكم الكبيره وهذوك الوراق خصهم يبقاو عندي انا، حيت انا اللي عارفه مصلحه خواتاتي وعارفه مصلحتك حتى نتايا، وانا اللي غنحافظ عليكم من الشتات. حافظتي انت على الشتات ديال دارك، جايه تحافظي على ديال داركم. شنو بنت هاد الهضره؟ انت يلاه شتي الشمل مع راجلك، جايه باغي تحافظي على مصلحه خواتاتك. كي درتي لهاد المعادله؟ كي درتي ليها؟ ايوا سيدي طلقني، صافي طلقني، ما بغيتش انا نبقى كاع عايشه معكم في هاد الدار، طلقني. راني خوك ماشي الغالي، ها؟ خوك. كلكم بحال بحال، الرجال، الله يخليها سلعة. قرينا. اختي عتيقة بكثرت ما طلبت طلاق من الغالي ولات في مادة دابز مع شي راجل كتقولي طلقني. مول الحانوت اللي عندنا في الدرب طلبت منه طلاق شي 6 المرات، لدرجة أنا تلاقيت به السيمانة اللي فات قال لي واش نردها ولا مازال. حصول الله يرزقنا صبر الغالي. خصكم راه تستات وباغا دير فينا الضحك. هي الضحك مشحال هادي وهي دايرة فينا، عتستطيع اللي هدايا ليا. شي عباد الله ما حد كتكبر عقلها كي صغار. ديك راه غتبقى تصغار 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 تولي صغار من ولدها. ولدها؟ شكون ولدها؟ شحال هذا من ولد أمير. واش باغا تسطيني؟ راه ما كندويش على عتيقه كندوي على شيماء. مالها؟ ياك ما عاوتاني بارطاجي شي شوها، راه حالفه تنقطع على الويفي. شي حاجه فوت الشوها عندك الجي. اويلي السيده راه قالت لك حقه ما حقه، باغا تعاود تشارك في مسابقه ملكه الجمال. عاوتاني وعلاش فيها؟ دريت تبارك الله زينه وعاطيه العين، اللهم ديها هي ولا تدي لها شي وحده من بنات المعطي. ياك اختي يعني حتى انت مسندها في هاد الشوها. اش من شوها؟ واه هذيك نوره، حنا كاملين عارفين بان شيماء ما عندها حتى موهبه من غير الزين، خلات لها فيه من ما يمشي يبقى غير حروفه. يهديكم البنات راه 100,000 مليون مره كنقول لكم الزين راه ماشي هو الفرصاده، الزين هو الاخلاق. برافو عليك اختي. ومني برافو ليا علاش كتخوني المكياج ديال اختك شيماء؟ عرفتي هذا مقبول جاوب الاستاذه. دابا انتم ما فاهمينش ان المكياج غير تكميلي ماشي هو الاساس، ما اختكم شيماء راه حياتها كامله مكياج مكياج. هادشي اللي كيبان ليا المشكله ديال شيماء هي عارفه بان عندها ضعف في المنافسه، داكشي علاش كل عام كادي تشارك حيت عارفه راسها غتربح. وهاد القضيه كتفكرني في واحد المحامي كان معنا في البيرو دائما كيشد غير القضايا الصغار، علاش؟ حيت عارف راسها غادي يربحهم وكان كيزيد يحس براسو. حتى جات واحد المحاميه وهي تربحو السيد ويتفش ولا متواضع سرو. فكره هائله البنات، وهذا الشيء بالضبط اللي خصنا نديرو لشيماء، خصنا نخسروها باش تنسى على هذا الوهم اللي هي عايشه فيه. شكون هي هاد لاله ومولاتي اللي زينه ومسريره ومزغرتي عليها هما اللي غتربح اختك شيماء؟ سكتي سكتي. والله يهديك يا هاد البنت، واش انت كتغضبي؟ تغضبي من دار راجلك لداركم، وتغضبي من داركم لعندي انا، ومن بعد ما عندي في الغاديه تمشي، قالك خير دار القاضي. خالتي راضيه دابا انا جايه نشكى عليك وانت كتشفعي فيا. الله يهديك يا بنتي، انا دايره بحال امك، وكنقول الكلام اللي فيه مصلحتك، وما غاديش تحشم منك. لله لما قولي لي واش عندي الحق. قولي نسمع. دابا انا فيما ندخل الدار لقى خويا كيقلب لي في حوايجي، واش انا هاربه من الحبس؟ كون بقيتي في دارك كاع ما يقلب لك خوك حوايجك. دابا انت معاه ولا معايا؟ انا مع الغالي. كيفاش؟ اي انا مع الحق، عزيز ما خصوش يقلب لك حوايجك، وانت خصك ترجعي لدار راجلك باش ما باقي لقى باباه هو فين يبقشش. انا الا جات عليا سكني بوحدك وهني العالم. بالوان الله يخليها قاعده قفزتيني. منين انت كتصنت علينا؟ هي ملي دقات وقلتي لها شكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هي سمعتي كل شيء. ايوا بلاد مولي غرز خدمتها راضيه.
ياك ما سمعتيني حتى داكشي اللي قلت مع خاطري قبل ما ندق في الباب. والله ما كرهت، ولكن الماتيريال ديال هذه الموهبه مازال ما وصلناش. ايوا الله يوصلك لذاك الماتيريال. كي جاتك لافيش؟ واو صراحه خاصك غير شاروك خان ونعلقوك في السينما. صح ما عندك زهر، ما عندنا سينما في هذه المدينه. دابا بركة من الطنز وهضر معايا. دخلنا عليك بالله واش ما يجيش من هذه المسابقه ديال ملكه النحل. ملكه الجمال وش اللي بها فمك؟ بغيت غير نعرف علاش عواد ما تفتخروا بها كطيحوا لي في المورال. فاطمه الفهريه انت الا بغيت تفتخري بشي انجاز درتيه ماشي بالزين. الزين حيت ديال مولانا عطاه لك سيدي ربي ما عندنا ما نديرو. سي نورمال، هذه الهضره ديال المحاسيد، والمحاسيد كتكون عندهم نفس الهضره ونفس المنطق. الله يا اختي منين جبتي هذا الجمع على وزن مكاريب؟ دابا بركه من الطنز وجيني من الاخر وولي كي جاتك لافيش. انا لا زوينه ومولاتها زوينه والكادر زوين وان شاء الله الرحمن الرحيم غتربحي عاوتاني وغتكملي 7 سنوات على التوالي. ما شتي؟ هذا هو خويا عزيز الزوين اللي كيعرف يهضر. لا اللي كيقول الحق ما كيعرفش يهضر، واللي كيدير تدلاكت هو اللي زوين اخويا وحبيبي يا ماما. بوعلوان؟ كيفاش قلتي لي نسكن بوحدي؟ وانت تبارك الله خدامه وبرزقك غادي نشوفوا لك شي دويرك راه رخيص وتدني من عزيز وخواتاتو. والله ينعس الشيطان. فاش تقول لها رجعي دار راجلك قعدت تشتت لها الشمل. تديري دابا انت بحال حنا ما تنعرفوش عتيقه. هذيك راه النهار تزوجات، داكشي اللي دوزات في دار باك اكثر من داكشي اللي دوزات في دار راجلها. ياك ابو علوان تتحسب ليا. الا بغيتيني نعطيك الايام بالحساب تسنيني غير نجيب الكارني. شد هاد لا ليست، عطيني هذوك البرودويات بغيت نوجد للمسابقه دغيا. نو كبار، شكون اللي غيخلص هادشي اختي؟ استغفر مولاك، هذا راه المحل ديال الوالد زعما. بحال ديال باك اختي راه قربتي ديري لي واحد لافيش كبيره وتعلقيها في باب المحل متوا فيها افلاس، راه النص ديال السلعه ديال الشهر كيمشي غير في وجهك، الله يعطينا وجهك. دابا هاد الزوج حتى الثلاثه ديال البرودويات هما اللي غادي يديروا لك الافلاس، ما حشمتيش اخويا عزيز. نعم اختي باص لك، باغا تشاركي في مسابقه الجمال وما عندك حتى باش تخلصي الماكياج، واش فراسك ملكه الجمال ديال بصح ما كيديروش الماكياج؟ ايوا صبر شويه على رزقك. شد هاد لافيش الكليانه اللي جات عندك وريها ليها وقوليها ملكه جمال هاد العام وداك العام والعام اللي فايت كنت تخدم عندنا الماكياج وشوف فاش غادي تدخل بوجهي او جال في كرون. فكره لا لا اختي لا امبوسيبل. وعلاش اختي امبوسيبل؟ واش انا وصلت قدا قدا عاد غادي نشارك في مسابقه ملكه الجمال مالي تسطيت؟ ولا اختي باش احسن منك شيماء ها قدا كل عام. واه شيماء راه احسن مني هذه راه باينه. شيماء راه عندها السنطيحه. ها انت قلتها سنطيحه؟ واش فيها اختي الا تسنطحتي مره واحده في حياتك واش تصوفيختك من هذا الوهم اللي عايشه فيه؟ ها مناش نصوفي؟ شوفي انا عارفك ما فهمتينيش، انت تبتي وركزي معايا. راه الا دخلتي في هذه المسابقه كوني اكيد على انك غتربحي. علاش؟ ها حيت انت صار منها وزين منها وفاش غتربحي هي غتصدم، وبديك الصدمه اللي غتصدم ما تبقاش تشارك مسابقه الجمال. ناري اختي نوراش كديري لتبيع العجل؟ واو انا في متر ولا روب غادي نسنطح مع شيماء تبارك الله. شوفي قداش ورا ما جاتش بالطول الهبيله. وباش جات بالعرض الهبيله؟ انا رختكم بزوج وعارفه المؤهلات ديالكم بزوز. انت زينك طبيعي ماشي بحال هي زينه اصطناعي والنص ديال المحل ديال عزيز طاليا غير في وجهها. شكرا اختي ولكن لا راه ما نقدرش. او والناس ديال الحومه اش غيقولوا عليا والدراري صحابي راه ما يبقوش يلعبوا معايا كوره. واش انت ناوي حياتك كامله بحال هكا تبقاي زوفري ها؟ ما غترجليش تأنتيش معانا؟ اختي اللهم نبقى بحال هكا ولا نمشي ندير الضحك في راسي. شكون اللي باغا تنتحر؟ ياك انت كنقول لك 100 ألف مليون مره فاش بغيت تدخلي عند خواتاتك اللي كبر منك؟ دقي راه كبر مني غير في الكسدة، اما العقل حنا راه قد قد. والله اختي لا عطاتنا الصراحه، شتي حنا منين غادي نتعندوا مع شيماء راه بصح ما عندناش غرام ديال العقل. سمعتك تقولي لها دخل مسابقه باش تربح شيماء. من الحق ونضمن لك دوز حتى من الاقصائيات الاولى. ها الله يعطيك الصحه اختي عليا شتي؟ ها؟ ايوا مازال الا شاركت انا نقدر نربحها. شاب شحال حكار. مازال الا شاركت انا شاب شحال حكار. زيد قدام. بوعلوان لا باقيش تفت معايا هاد السخيفه. يلاه قلنا بسم الله في الدوران عيا والوا وشداتو الموت. يلاه قلنا بسم الله. 5 سوايع بوعلوان هي كدور بيا كاع الدروج اللي كاينين في هاد المدينه طلعتهم حتى من لي موليات ديالي بكثرت ما خدمتهم وصلوا لي القرف هذا. وشنا هي 5 سوايع؟ انا راني ناويه نطول في السكنه
خصني التأني في الاختيار. ست السوايع وبنيتي هذا راه ماشي التأني، هذا راه ولا التعدي. ما عجبني والو با الوان، انت اللي غتمشي معايا غدا نقلبو. ها البركه في راسك من جهتك مقدما با الوان. لا 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 بنيتي، انا في سيادتك في الكلاوي والطبيب مانع عليا الدروج. ياه ولاش مصدعني؟ جي نقلب معاك على الدويره. جي غدا مع الصباح غادي نصيفط مع واحد السمسار صاحبي نزق تيطير، غادي يلقى لك داكشي اللي تشهيت. داكشي اللي تشهيت؟ داكشي اللي تشهيت. استوديو على قد الحال وجريده صغيره، وعلاش لا شي بيسين؟ استوديو فيه جردة وبيسين، ما بغيتيش يكون فيه تيران ديال الجولف. وانت مالك؟ سوق انا تنشها على مول الشي. دابا بنيتي انتيا جهدك 30000 في الكره صافي، وبغيتي شي دويره تكون فيها جريده وبيسين، وما كرهتيش ديك الجريده تكون فيها واحد الشجره ديال لافوكا معلم وشجره الحامض باش الجريده طلعت لك السخانه. هادشي بنيتي راه ما كاين غير في الجنه الا كتبها لينا وليك الله، الا كنتي من المؤمنات. يلا ما تبسمي شويه تلقى فيك النفس، اللي عنده عنده تيكي طالع قرطاس من نيتك تحكي ليه. انا كنهضر معاك ما كاين لا صباغ ولا نفاق، شتي انت الا شاركتي هذا العام غير تطيحي السوق على شيء ما فيهاش. شوفي اختي ما تدربيش عليا، انا راه مازال ما فكرت انني غنشارك، يلا كنجرب. ويلي علاه كتجربي؟ راه تصور ما كيكذبوش. انت شوفي لاباري، شوفي شو كي طالع. وشوفي راه القفطه اللي زويش وانا كي داير براك من داك التواضع ديالك ديال 4 دريال. شي المكياج ديالي مطلعك واعر، اما القفطان ديال اختك راه ما زادنا والو. شنو بالك وصافي نمشي نغامر ونشارك زعما؟ وبعينيك مغمضينا نورا ما تفكريش، ياك انت باغا طيحي السوق على شيماء ياك بغيتيها تواضع شويه. اختي انا هادشي اللي باغا. وصافي اختي توكلي على الله، انا كنت هي ميسي انت راه ليفاندوفسكي. واش هذا شي فيلسوف تزقلي ياما؟ ماشي فيلسوف، ليفاندوفسكي راه فنان رسام عبقري. كيفاش انا ما عرفتوش؟ ميمكنش. راه هو صاحبتي شتي، ما عمرك ما قلتي لراسك نقلب ونبحث. دوي الفيلسوف. اختي راك كتصوري فيا. تبرزتيني شافك، واش انت احسن من ليفاندوفسكي؟ قلبي عليا. انا لالا محل محلك، ما تغبريش علينا. سبحان الله وكعيرة سكسيت يا خويا. لا جاتني بزاف هاد مسابقة الجمال كيديروها كل عام، وكوب دي موند صاحبي وكيديروها مرة في ربع سنين. وانت مالك اخويا؟ اش دخل في الروج بين النعاج؟ صراحة اختك شيماء والله تا عندها الزهر، عرفتي كون كنت انا بنت والله ما يضيموا معايا في هادشي ديال الزين. انت كون كنتي بنت غتشارك في هاد المسابقة بوحدك وتجي انت هو العاشر. انا بعدا على الاقل غنجي انا العاشر، اما انت تبغي تشارك ما تقبلش في البري سيليكسيون. السلام. عندنا مشطره السيمك في الصراحه ما شاء الله بركه. خيفه سير ضرب واحد الدوره، عندي اجتماع مع اخينا الممجل. هي الاولى سخيفه جلس اخويا باش تبقى شاد، لا تضربني ولا شي حاجه. ولا ضربتنا بجوج ترجل صاحبي شويه ترجل انت لي خوها. اسمع اخويا ولد امي صافي غادي تهنى مني ومن ولدي. الله اخيرا غترجع لدار راجلك. الله يجيني نخرج نكري انا ولدي حيت رضا خوتي ما بقاوش راضيين بيا. فراسي اجي ياك ما لقيتي داك الاستوديو اللي فيه بيسين. اين بيسين؟ با علوان قال لي واحد الدويره همزه قل من التملك تعول عليه، غدا ان شاء الله غنمشي نشوفها وبقى انت على خاطرك وديرها فين تجيك. ماشي مشكل غنديرها فين تجيني. طلع واحد 500 درهم. علاش؟ عندي احساس بالتوتر دابا وبغيت نمشي للحمام وندير ماساج. وسير اختي توتري في شي بلاصه اخرى، علاش نعطيك 500 درهم؟ ما عنديش ما صلحش لك خلصي راه غادي كاباج. ما كنديروش الفقيره تمك. عتيقه غادي تكلم وتقولاش ليا شكون عتيقه؟ انا اول مره نسمع هذا الاسم. سمعت يا فوزيه قالت لي باغا تشارك في مسابقه جمال، باغا تشوه بينا. شنو انت كتشوهي بيا؟ خلينا اختي سنه ناخذ المشعل هذه المره. خليني هذا كل حسد وغيره فيك. انا غنموت بالسم وبالغيره موتي اليوم صفيها. انا حيت بالحسد وغيره انت اللي غادي تصفيها. انت اللي غادي ما اللي ما نخافوش حيت الشيطان الدري شفتوا باقي دريات صغار. وزيد سكتي خلينا نتفرجوا شويه. تفرجي الديربي كون غير تريشتوا شحال هذا ما فوجنا. العار العار ما سكتونا وين نعرف شنو واقع شنو واقع. باغي تعرف شنو واقع؟ غتعطي الضو باغا تشارك مسابقه جمال ضد فيا. بزاف على الكل ضد فيك. انا ما باغتش تجري كاينه في هذا الكون كامل في هذا الكون معلوم الكون قالوا لك تجي تجي حبسوا برك عليا من البزاله. الله يا اختي نوره مالكي منين جبتي هذه الفكره هذه؟
علاش جدا كنتي في مسابقه الجمال ولا كنتي عندك مع الفكر والثقافه والقرايه وداك الشيء؟ ايوا اخويا انا ولا عندي مع هذا الشيء، وانا بغيت نشارك، عندك شي مشكل؟ لا علاش لا؟ واش عمرك شتي جوج ديال الخواتات كيتعاندوا على مسابقه الجمال؟ واش بغيتوا تشوهوا بيا؟ القانون كيقول في هذه النزيه. انا عرفت امك برك احنا من القانون قتلتينا. خلينا نشوفوا هذه النزيه اش واقع فيها. لا ساك اخويا عزيز، انا كيبان لي خليهم يشاركوا بجوج مزيان باش يلاه نضمنوا فرقه كاينه في الفينال. فينا خليها بنت الواد راه مدان سكتي اللي بغات تسكتي. شيماء بارك عليك شتي وانت كتجاليهم، خلي اختك تصفيل شويه. تصفيل؟ واش حنا بانت لك هنا عندنا فراشه ديال المعن؟ هذه راه مسابقه ديال الجمال، ماشي اي عظم طو كتشارك فيها. صافي 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 عباد الله صافي هنيوني. واش عباد الله وصلتوا لهاد الدرجه كتقاتلوا بين بيناتكم ولا شنو؟ يلا باش نفاريو هاد المشكل هذا كيف كنديروا ديما في هاد العائله السعيده ما شاء الله، غنديروا التصويت ونفرتكوا هاد الجوق. صافي يلا نصوتوا. كيفاش التصويت؟ واش بتحمقوا لي واش مني؟ هنينا صافي هنينا هنينا. يلا شكون اللي مع نورا باش تشارك في مسابقات ملكه الجمال؟ شكون عندكم اخويا؟ شكون اللي معاها؟ يا اختي قضي الامر، صوت بالاجماع ما عندنا ما نديرو لك، اختك غتشارك في مسابقه يعني غتشارك في مسابقه. يلا يا مريد موت يا مريد. صافي انت بركه من البساله تيقتي راسك ولا شنو؟ انا نوصيك عرفتي يا نورا وما تربحي في هذه المسابقه غادي تشربي الدواء ديال الاكتئاب اللي كاين في المدينه كامله، ان اختك كتبقى شاده فيك من دابا حتى المسابقه العام الجاي. انت مخاصمه مع خوك، نورا مخاصمه مع اختها، اجاكم اولاد الحاج شحالكم ما بقاش يعجب. داكشي علاش اخالتي راضيه، انا بغيت نمشي نخرج نكري بوحدي انا وولدي، الولد ما بغيتو انا يتربى ليا في هذيك البيئه غير صحيه. صحيه والله ما كاين اللي جاب كل الصحه لديك الدار غيرك انت هي. ياك اخالتي راضيه عاوتاني دابا انت بالنسبه لك المشاكل ديال العالم كامل عتيقه هي مولاتهم. اجي ياك ملي كتخاصمي مع با علوان كتقولي السبب هي عتيقه. واش عرفتيها؟ ايوا الله يخلف عليك. اجي لينا وانت خصكي علاش تغضبي؟ فين عندك باقي تمشي؟ فين؟ كاع الديار درتي عليهم ما بقات حتى شي دار، قالت لك غدا الاخر. شوفي خالتي راضيه انا راه نفسي خايبه، كلشي ندوزو كلشي نصبر عليه الا الحقره والاهانه. قالوا الناس زمان قالوا ايوا شتم تعطلوا بزاف هاد الناس زمان باش يقولوا لينا. والله الا نسيتيني اش قالوا. داكشي اللي يقولوا لك انا عارفه اكثر منهم. ايوا انا تفكرت اش قالوا، اللي خوا دارو قلم قدارو. وما قالوش لك الناس زمان بانكم شافوا داك الكنبو ديال غالي غادي يقول لك اللي بقى في دارو تبهدلت حوالو. واحد السلام عليكم. انا كنبو عتيق انا راه سمعتك من الباب راه المخزن معاك. شوف اوليدي جلس جلس تكون بعدو كل اللي ما يبغيك جلس. باص حتى متصور دير بحالها كوبي كولي. ما سي نورمال ناديني مصوره انا بجوج. هذيك الجنيه ردي بالك معاها راه لعبه معاك ولعبه معاها الي روتور. شكون قال لك انا اصلا لعبه معاهم بجوج؟ كيفاش؟ حنا انت داير هادشي كامل شاد داخل في شيماء ولا شنو؟ صباح النور اخويا، اختك راه عيقات علينا بهاد المسابقه ديال الكذوب، كنا نفيقوها من الوان دو معاها شويه الاجر. انتي مع الاجر كتفرقي الفطره، انت كتبغي تفيقيها وتدخي نعسه حداها وتولي انت هي ملكه الجمال ديال الدرب العشر سنوات الجايه. منيتك عزيز راه ما عنديش ما بحال التخربيق. فكرتيني اختي قولي لي ما نقدرش نحط واحد البرودوي ثقيل عندي في البيع ندير معاك في لافيش الله يدوز بوجهك واخا انت وجهك ما كيدوز به والو سبحان الله العظيم. طلعتي استغلالي مع راسك؟ ياك لا لا انا الاستغلالي وانت اللي مستغل المحل كتعلقي فيه تصورك هذا ماشي استغلال. لا 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 عزيز ما تغلطش، المحل ديال بابا الله يرحمه من حقنا نستغلوه كاملين. شك بحال تيقتي راسك وجمع راسك سالات هكا انا البنت مجهدت انت تما ربحات الله يعطينا وجهك نتزاحموا معاكم به في هذه المسابقه هذه. بعلوان زعما فاطمه تجيب واحد الميكا ديال الديسير ولا تجيب شي باكيه ديال الحلوه من الباتيسري جايب لينا هذا المونتيف. ربي يا وليدي لا تدعي عليها، هذه راه لسانها مبري منها. على هي غير لسانها اللي مبري منها، هي راه جميع الحواس اللي فيها بدون استثناء مبريه منها. بعلوان يلا نمشيو نشوفوا داك الدويره اللي لقيتي لي اللي غنكري فيها بوحدي انا وولدي. واحد الدويره لقيت لك عاتقه مفرشه ومفصله على شهوتك وبالثمن اللي قلتي لي ياك. الدار فابور ما كاين لا كرا ولا تسبيق. فين دبرتي على هاد الهوتة؟ الصراحة ماشي أنا اللي دبرت عليها. الغالي هو اللي دبر عليها. ربي يا وليدي يا الغالي هاد الدويرة هادي اللي هوتة وفابور وبلا خلاص إلا ما كنتش عليا أنا نسكن فيها إلا ما بغيتي. هاديك راها داري يا أمي رادية مصلوحة ومفرشة وما خاصها تاخير وتلاجتها ديما عامرة واخا مولا الدار
ديما خاوياها. طعيوان هذا راه سميتو الغدا، هذه هي الثقة. يا بنيتي اش نقول لك، قلبت لك التعيت ما لقيت لك حسن من راجلك. قول هذا الحلم. قعد وليدي قعد. ربي يا وليدي لا مد بعصلح لا خاطره بواحد جوج كلمات انا مزوقه فيك. ربي امي راضي ما صبري شويه هنا اللي كنعرف عتيقه مزيان. هاي دابا شويه غتم راجع. واحد جوج باقي ما كملتش. جبت السوار ديال الطوموبيل وتيجي بالدري عند خوالاته سربي. سخني الطوموبيل انا جاي معايا فرق حمي مقانا اللي كنعرف هنا هكا تبغيني وكنبغيها مشكيت عليكم نمشي نسخن الطوموبيل. اش بغيتي انت الدار؟ باش نلقى فين نغضب. شوفي الزين، شوفي الجمال، شوفي الهيبة، شوفي الرشاقة والخفة. أنا الخفة؟ أنت الخفة ديال الدم ديالك والجمال كيتشتتو. أنا الشتات؟ أنت الدمار شامل. ناري عافاك غاديش تخرجي على الثقة في النفس ديالي وغادي نتغر. تغري أختي تغري وزيدي تغري، إلا ما تغريتي أنت شكون غادي تغر؟ واش بصح أنا زوينة؟ أنت أزوين وحدة في خواتاتك. ناري دخلت عليك بالله. ما تدخليش عليا بالله، ما ناقص الذنوب. ودابا صافي عجيني من الآخر. قولي شنو باغي مني؟ بغيتك تشاركي مع خواتاتك في مسابقه ملكه الجامع. شنو شنو عباد الله مالكي خلعتيني؟ راه ما قلتلكش غادي نقردو بنادم، غادي تشاركي في مسابقه ملكه الجمال. انا بغيتيني نطلق زيني ونفتن الناس في الدرب. اش بفيت من الله يديك؟ هو اصلا ما غاديش يعرفوك واش انت ولا لا. علاش اش غدير؟ عاد غادي ندير لك واحد ميكاب اماتور بروفيسيونيل، انا رد فوتوكوبي ديال ملكه جمال اندونيسيا. ولكن علاش بغيتيني نشارك وندخل نزاحم خواتاتك؟ حيت خواتاتك سخو ماشي رجال. ما فيهمش الخير. انا مشيت طلبتهم قلت لهم عافاكم اخواتاتي ديروا لي الاشهار لواحد البرودوي لاصق عندي في ستوك. قالوا لي لا دابا المحل اللي كيعيشهم وكيوكلهم ما بغاوش يتعاونوا معاه. شفتي دابا انت ما بغيتينيش نشارك على وديت الجمال والخفه والشتات، بغيتيني نشارك باش ندير لك انت الاشهار. لا بجوج، حيت الزين اللي عندك زوين هو اللي غادي يعاوني باش نحرك المحل ونعمر لهم الثلاجه. واش الا كانت هذه المشاركه باش نعمر انا الثلاجه نعخليني في كوزينتي حسن. تبارك الله. تشبه لك انا هذيك البلاط الاحمر دايره ليا القوق في راسي عمري ما شدها في العومه. لا 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 بنت العومه ها سميتها عزيزه راه كلينه عندي انا اللي سجلتها في المسابقه. ياك معلم داكشي علاش دايره لك الاشهار ديال المحل تنقص مع راسك. امول جيت تحكي بغي يعلنوا دابا على النتائج يلا وجدوا. مع اللحظة الحاسمة. زريتيكم؟ لا هذا راه الجمال مش الطياب. الفائزة بلقب ملكة الجمال لدرب الألوان لهذه السنة، الفائزة هي عزيزة راتيل. شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك. ماما فكرت بغيت نقول لك صافي راه غنشارك في المسابقه ماشي على ود زين ومشي على ودك على ود المحل يخدم وثلاجه عمر وخواتاتي متخصم حتى حاجه. اي لوف يو. هادشي غادي تعاودي لي هاد المسابقه فيها الغش حيت هادي ماشي بنت دربنا. الله يجيبك على خير. هادي راه بنتنا وبنت دربنا قبل ما تزادي انتيا. انت كذاب فوزيه راس طاره. اختي فوزيه ما يمكنش
واو تبارك الله. سوري يا البنات ربحتكم زين حبو مولانا. كلكم متفقين عليا، نتوما كلكم حاسديني. اش نحسدوك؟ شوفي الزين، شوفي الجمال، هادي راه هي اللي صدقت فيكم، اختي ديال بصح وغادي تعاونني ياك اختي فوزيا. اسمح لي ما كاين لا اختي لا خويا لا يديك لا يخليك. صافي دابا انا وليت ميس ديال الدرب، يعني هذيك فوزيا جيت شقاي، فوزيا اجيت صيقي، فوزيا اجيت ضربي، تماره مشات. دابا انا ما كاين غير انستغرام وكلاب كلاب كلاب، وقريبا قناه فوزيا للجمال. شكرا شكرا. وسعداته بخواتاته واخا قلبي اللي حياته، خوهم حبيبهم ورافده بالهم من صغره، راجل تحاجه ما غلباته. هو سعداته بخواتاته واخا قلبي اللي حياته، خوهم حبيبهم ورافده بالهم من صغره، راجل تحاجه ما غلباته. خويا وخويا وحدو فاهم وخويا وخويا انتبه فيه انا يا قدام الناس، واخوكم اخوكم ولا دارت انا يا ليا معليا، واخوكم اخوكم نجي وانا حط انا يا عليكم مره. مرة يتصالحوا هادو هما الخوت دغيا كيتسامحوا، يا ربي دوم المحبة بيناتهم وتحلى لمتهم وبيها يفرحوا. وخويا وخويا وحدو فهمني انا يا وحسبي يا، واخوكم اخوكم نجي وانا حط انا يعليكم مره.